السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد وفيديو جديد. جولتنا النهاردة عن النظارات بأسعارها وأشكالها من قلب محلات العتبة، المكان جملة وقطاعي. هنعرف مع بعض أسعار الجملة وأسعار القطاعي، وهناك كمان الجملة بتبدأ معانا من 3 قطع في المكان، يعني هتاخدوا 3 قطع هيتحسبوا لكم سعر الجملة. وكل نظارة هنشوفها معانا النهاردة هنقول على سعرها. معانا كمان أجدد أشكال النظارات رجالي وحريمي، وهنشوف كمان النظارات الشفافة اللي هي بتبقى زي النظر كده بالظبط، وفي كمان نظارات هيكوبي بأسعارها، وجرابات النظارات كمان موجودة هناك. احنا عند مكتب التوحيد 19 ممر السعاد خلف بريموس، والعنوان كمان هسيبه لكم مكتوب في اول تعليق مثبت، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. بس قبل ما ابدا الجوله انزلوا حالا حالا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس، ونبدا الجوله على بركه الله. بصوا هنبدا بحاجه زي كده، ولا بصوا حاجه زي كده، بصوا دي شكلها تحفه قوي. دي عامله كام دي برضه يا عم؟ دي 35 جنيه، دي اسعار القطاعي. الجمله والكميات ليها اسعار ثانيه، صح كده؟ دي هتبقى ب 35 حاجه زي كده، في اللون الاسود بتاعها. تمام، عليكم السلام. ده الاسود بتاعها، دي هتبقى ب 35 جنيه. ممنوع الفصال هنا يا جماعه، اليد بتاعتها المعدن. في اشكال ثانيه 35، والعلب السوداء دي كلها 35. بصوا يعني حاجه زي كده هتبقى 35 جنيه، كل اللي انتوا بتشوفوه ده 35، احنا بنوريكم عينات بس. بصوا دي برده هتبقى ب 35. تمام، بصوا حاجه زي كده، كل ده سعره 35 جنيه بس، ودي برده هتبقى 35 يا حبايبي. تمام، كل العلب السمراء دي وده برده 35. طب احنا عايزينك تجيب لنا كام واحده نشوفها كده يا ابو. بصوا حاجه زي كده جديده قوي، دي عامله كام دي برضو؟ 35 جنيه برضو، حلو قوي قوي. بس دي اليد مش المعدن، 35. بصوا دي برضو هتبقى بخمسة، امسك دي. بصوا الوان منها برضو، دي برضو هتبقى ب 35 جنيه، حلو قوي قوي. بصوا سعرها 35 يا حبايبي. تمام، في ايه معانا تاني يا عبد؟ بصوا حاجه زي كده برضو، دي 35 برضو، كل ده عرض لسه ب 35. عايز اقول لكم ده اسعار القطاعي، الجمله والكميات سعر تاني، ومحدش يجي يفاصل دي الاسعار النهائيه. هنا مفيش فصل للاسف، فده هتبقى برده ب 35 جنيه، حلو قوي قوي. دي شياكه، دي الحاجات دي على اللطقم بقى بتبقى حلوه جدا الدرجات دي. بص دي برده 35 جنيه، شكلها شيك قوي، 35. تمام، بنجيب لكم الحاجات اللي هي الجديده بقى، الموديلات الجديده دي برده 35 جنيه. اللون اللافندر ده طبعا مع اللطقم بتبقى حلوه جدا عشان هو ترند اصلا. تمام، بصوا حاجه زي كده برده نفس السعر، ها لسه في ال 35. دي 35 والجمله هتبقى كام؟ بيبقى ب 25؟ ب 25 جنيه جمله، عشان الناس اللي بتسالني على الجمله. الجمله بتبقى من اول دسته ولا من اول قد ايه؟ 3 قطع مشكلين ولا شكل واحد يا عبده؟ يعني لو خدت 3 قطع مشكلين تحسب له جمله. بس المشكله تمام، يعني لو خدت 3 قطع مشكلين هتبقى جمله. دي برده 35 جنيه، حلو قوي الجمله. 3 قطع مشكلين دي، دي برده 35 جنيه. الحاجات بقى اللي هي الفانكي بقى دي حلوه قوي. تمام، 35. عايزين نشوف حاجه ابو ابونيات زي كده. بصوا حاجه زي كده، ايه الشياكه دي؟ دي بكام دي يا عبده؟ بصوا دي هتبقى ب 45، شكلها تحفه. بصوا الفص اللي فيها، بصوا دي ب 45 جنيه، حلوه قوي قوي قوي، شكلها شيك. بصوا فين الاشكال بتاعتها؟ كل ده 45. بصوا كل ده هيبقى ب 45 جنيه، دي برده ب 45 جنيه. تمام، انا عايزه واحده الوان من دي يا عبده نشوفها، اللي هي الالوان الكتير دي برده. انا بوريكم عينات، استحاله هجيب لكم كل الموجود في المكتب. لما تيجوا ان شاء الله في تليجرام هنا يا عبده ولا ما فيش؟ في تليجرام بينزل عليه الشغل ده؟ بينزل عليه الشغل بس مش كله. مش كله، تمام. بصوا دي برده 45 جنيه، حلو قوي. بصوا من هنا المقبض بتاعتها، دي 45 جنيه، شكلها حلو قوي، اليد بتاعتها شكلها تحفه. تمام، والالوان دي برده 45، دي 45 برده. تمام، في عرض ايه معانا تاني؟ شايفه ده بقى الحاجات دي اللي ترند قوي برده يا عبده، صح؟ احدث حاجه، دي احدث حاجه صح؟ ما انا بقول دي الحاجات دي ترندات قوي. معلش هتعبك توريني قطعه من كل حاجه، اوريها لكم برده الحاجات دي اللي طالعه جديده بقى، وسعرها هنا حلو قوي. 60 جنيه ده قطاعي صح؟ اه. والجمله هتبقى بكام؟ ب 45. ب 45، والجمله من اول 3 قطع، يعني مش كميه برضو. الشياكه دي حلوه قوي، دي شكلها تحفه، دي ترند بقى دي. اه حلوه قوي قوي دي، دي بتبقى حوالي لونين مع بعض، او ساعات بتبقى 3 كمان. كام لون؟ 3 الوان دي، لونين وثلاثة. دي قلنا ب 60، دي 60 جنيه بس، شكلها الشياكه بجد حلو قوي. دي 60، في درجات منها كتير صح؟ درجات، كل ده كل دول موديلات مش درجات بس، يعني دي مدوره برضو.
انا معلش هتعبك تحطي دي وتوريني واحده شكل تاني. كلهم دول تحفه، حلو قوي. دي ب 60 جنيه، اللي هيجي ياخدها كده قطاعي بالقطعه 60، جمله من اول ثلاث قطع هتبقى ب 45 جنيه، فرق برده 15 جنيه في القطعه. ده شكل تاني خالص. الشياكه دي برده هتبقى ب 60 جنيه حبايبي. بصوا الدراع من الجنب شكله حلو قوي، دي هتبقى 60 جنيه بس، حلو قوي قوي. تمام، عايز اقول لكم تشكيله رهيبه هنا، ودي برده مطرح السلسله ما بتركب لها في اليد من هنا. حلو قوي. عايز اقول لكم عشان ما نتعبوش، بس في اشكال كتير برده، كل ده 60 جنيه قطاعي و45 جنيه جمله، والجمله من اول ثلاث قطع. تمام، هنشوف معانا بقى في ده حريمي بالنسبه لده كله. انت فين؟ لسه الرجالي. وعايز اقول لكم في تشكيله كبيره برده من الحريمي موجوده، هنلف برده نوريكم بعض الاشكال كده معانا. اسود والبني، دي منها الاسود والبني. دي فيها ميزه، فيها ايه؟ فيها ميزه كمان. حلو قوي. دي عامله كام دي؟ دي عامله 75. 75 جنيه دي قطاعي، والجمله 60؟ لا 60 جمله. 60 جنيه جمله. 60 دي اللي هي ثلاث قطع من اي حاجه في المكان، يعني هتاخدوا ثلاث قطع مشكلين هتتحسب لكم جمله، دي هتبقى 75 قلنا؟ 75 جنيه. تمام. دي بتفصل الوان وبتحجب التراب كمان. السراب. تمام، يعني ايه السراب برضه يا عبد المشتاق؟ بص حاجه زي كده. تمام. حاجه زي كده. تمام. مشي. تمام، يعني بصوا العلامه المائيه بتظهر، العلامه المائيه. تمام، يعني دي نضاره بتظهر العلامه المائيه، حلو قوي. دي قلنا ب 75. تمام، حلو قوي. كل دي موديلاتها؟ كل دي موديلات ليها. كل ده سعر واحد؟ كل ده سعر 75 جنيه. اي موديل من اللي انتم شايفينه ده خمسة، دي برضه 75، ودي برضه 75. حلو قوي. انا عايزاك توريني دي، معلش يا باشا. اليد بتاعتها عريضه شويه، شكلها تحفه. دي قلنا برضه 75 جنيه، دي قطاعي و60 جنيه جمله. بصوا حلو قوي قوي. دي 75. تمام، رجالي اهو. طب اتفضل يا باشا. دي رجالي، عايزينك برضه تورينا كام واحده رجالي. احنا كده كل ده كنا بنشوف حريمي، كل ده كنا بنشوف حريمي. حريمي انا عايز اقول لكم في واحده حريمي هنا شكلها جديد قوي. الشياكه دي عامله كام دي؟ دي نفس السعر الثاني 75. 75 جنيه بس شكلها تحفه، حلوه جدا. في موديلات كتير، كل ده 75. كل ده بصوا كل ده تشوفوه معانا 75 جنيه، ودي برده 75 صح؟ 75، حلو قوي قوي. عايز اقول لكم موديلات كتير موجوده هنا، هنشوف مع بعض شويه رجالي بقى. معانا موديل زي ده، الشياكه دي. ده الاسود قوي قوي، عامله كام دي برده؟ 75 جنيه. البولورايز اللي هي العلامه المائيه. عشان بس ما حدش هيعرف، دي العلامه المائيه وحلوه قوي قوي. دي بتظهر العلامه المائيه دي 75 رجالي. معانا ايه تاني يا عم؟ الشكل ده جديد برده، ده برده 75؟ 75 جنيه، حلو قوي. تمام. في المعدن. البني والاسود المعدن عامله كام المعدن؟ دي 70 جنيه. دي 70 جنيه. بصوا انا عايزه اقول لكم المقبض، انا مش عايزه اتعب عبده بس. طب نحط دول ونشوف موديلين تانيين يا عبده. موجود موديلات كتير ما جبناهاش برده معانا. حاجه رجالي زي كده سعرها هيبقى كام في القطاعي؟ 60 جنيه. دي في القطاعي 60، ودي برده قطاعي 60. كل ده قطاعي هيبقى 60 جنيه، كل ده رجالي. تمام، في ايه معانا تاني يا شيخ رجالي؟ انا موديل تاني رجالي. ثاني باب معانا بس الشياكه دي، حلو قوي. ده عامل كام ده؟ 75 برده. ايه الشياكه دي؟ بص دي هتبقى ب 75 جنيه قطاعي. قطاعي والجمله كام؟ 55 وقطعي 70. الفرق بين الجمله والقطعي بيبقى حوالي 15 جنيه. 15 جنيه. تمام، عشان اللي بياخد جمله بياخد بالوانها كلها. تمام، في ايه تاني معانا؟ في اشكال كتير منها. بصوا اشكال كتير، كل ده نفس السعر. تمام، معانا ايه تاني ما شفناهوش؟ حاجه اعلى شويه. المكن منها الالوان بقى. بصوا دي الوان، ممكن نطلع واحده ولا؟ بصوا حاجه زي كده، دي بقى اللي بيركبوا موتوسيكلات وحاجات زي كده. عامله كام دي؟ دي 60 جنيه. منها اللونين الاصفر والازرق. حلو قوي. ده الاصفر بتاعها وده الازرق كمان، هتبقى 60 جنيه. دراعات الوان ثانيه زي كده. في دراعات الوان ثانيه، بصوا حاجه زي كده برده 60. برده دي بتاعت المكن دي هتبقى ب 60 جنيه. بصوا حاجه زي كده 60، حلو قوي. تمام، موديلاته كتير جدا. يعني حاجه زي كده شكلها الشياكه عامله كام دي؟ دي عامله 140. 140. طب واللي هي دي جديده قوي اللي فيها كام؟ منها الوان برده. عامله كام قلنا؟ عامله 140. 140. تمام، اللي هي الشبكه دي برده جديده.
اللي فيها الشبكه دي برضو 140 برضو؟ 140 140 كل ده تمام. الماسك برضو سعرها كام الماسك؟ 140 كله كل ده 140. بص كل اللي انتوا شايفينه ده برضو مش ظالمين اهو 140. الرجالي برضو معانا فيه تشكيله حلوه. الرجالي عامله كام دي برضو؟ برضو نفس السعر 140. يعني في رجالي ماتريال عالي قوي واسعارها بتبقى ايه عاليه على حسب الخامه برضو الموجوده فيها. في حاجه زي كده حريمي جديده قوي دي برضو. دي سعرها كام؟ متميزه بقى. اه حاجات يعني بصوا جديده زي دي جي برضو اللي هي دي سعرها كام الدي جي؟ دي جي عامله 55. 55 جنيه؟ اه معلش نشوفها. بصوا حاجه زي كده ب 55 جنيه النضاره دي. في منها لون كمان. بصوا عايزه اوريها لكم بس عدله. بصوا دي هتبقى 55 جنيه حلو قوي تمام. في الكوبي بقى في الكوبي تمام. فين الكوبي بقى معانا؟ الستاند ده كله كوبي. اه كله كوبي تمام. اسعاره بقى كده تجيب لنا كام قطعه نقول سعرها. انا احنا استحاله نعرض لكم ده كله. احنا هنوريكم بس عينات من الموجود وانتم ما تيجوا تشوفوا. في الدرس دي اه يعني بقى الماتيريال عاليه دي حاجه عاليه قوي. عامله كام دي؟ دي عامله 320 جنيه. دي الكوبي بقى الحاجات الكوبي العاليه 320. اتفضل كده يا عبد الحريمي. دي عامله 160. الحريمي دي بصوا انا عايزه اقول لكم الازاز بتاعها ليزر فيه زجزاج يا رب يبان معايا بس مش باين قوي. بصوا ده عامله كام قلنا؟ دي عامله بص انا بحط ايدي يمكن تبين. بصوا اهي عامله 100 وكام؟ 160 تمام. ريبان بقى؟ ريبان تمام. حاجه زي كده الناس متميزه. اه الناس اللي بتحب الحاجات الكلاسيك شويه. عامله كام دي؟ دي عامله 220. 220 بس الحاجات دي كلها كوبي تمام. في ايه تاني معانا؟ ايه معانا تاني؟ بصوا احنا بنجيب لكم عينات من الحاجات الموجوده. بصوا كل دي ما شاء الله اللهم بارك زي دي المرسيدس. عامله كام دي برضه؟ دي عامله 320. 320 بس دي المرسيدس الكوبي برضه. بلورايز حلو قوي. بلورايز تمام. حاجه زي كده عامله كام؟ اه ريبان. بصوا بصوا الريبان دي برضه حلو قوي. دي عامله 220. بصوا الريبان دي عامله 220 شكلها تحفه. الحريمي دي بصوا دي حريمي قلنا عامله كام؟ 250. كل الحاجات دي هاي كوبي تعتبر تمام. حلوه جدا. بصوا عايز اقول لكم في حاجات كمان نظر هنا. حفظ ولا نظر؟ لا تغيريها للنظر بقى. تغيريها للنظر يعني تاخدوا الاشكال الجديده اهي. الاشكال الجديده اهي كلها عامله كام زي كده؟ دي عامله 90. 90 جنيه على اختلاف اشكال دي كلها 90 ولا ايه؟ اختلاف الاشكال. بصوا كل اي واحده من دول 90. ده ممكن تخلوها حفظ وممكن كمان تروحوا تعملوا لها عدسات النظر على نفس الكفر ده من بره. والمعدن دي عامله كام؟ المعدن دي عامله 60. 60 جنيه المعدن. ممكن نشيل واحده؟ طب هات لنا واحده. اي واحده؟ بصوا حاجه زي كده دي بتبقى كده مستطيل وسداسي في اشكال كتير تمام. دي 90 صح؟ لا دي 60. دي 60. ممكن تروحوا كمان تغيروا العدسه وتبقى نظر 60. تقدروا يختاروا الكفر اللي عاجبهم تمام. كل انواع العدسات هتلاقوها موجوده. حتى الدقايق الصغيره اللي هي بتاعت مثلا الدكاتره الصيدلانيين الحاجات دي موجوده. الصغيره دي عامله كام برضه؟ الصغيره دي عامله 70. دي عامله 70 جنيه تمام. والحاجات اللي بره دي تبعكم برضه صح؟ اسعار عامله كام دي؟ 50. اي حاجه 50؟ لا عليها اوكازيون. عليها اوكازيون 50. هوريكم برضه حاجات منها. حاجه زي كده هتبقى سعرها 50 جنيه بس. دي ب 50 تمام. ما تيجي تورينا كام قطعه كده يا عبد؟ هجي لك انا بره ولا تيجي انت هنا؟ زي الكلاب ماستر. زي دي. دي هتبقى ب 50 جنيه. بصوا عرض كده ب 50. حلو قوي. الكبير اللي هي التايجر دي. التايجر دي برضه 50. 50 تمام. حلو قوي. عايز اقول لكم موديلات كتير. بصوا البيضه دي برضه. بصوا دي برضه هتبقى ب 50 جنيه. كلاسيك بقى. كلاسيك قوي دي. تمام. اتفضل يا عم. عايز اقول لكم موديلات كتير موجوده جدا منها. بصوا معانا اشكال كتير. اي شكل من دول؟ الكلاب ماستر دي برضه حلوه. اه دي حلوه برضه. اللي معاك دي ما انا شفتها. دي برضه 50 جنيه. الدراع كله معانا. طب اوريهم دي واخدها منك. بصوا دي برضه هتبقى ب 50 جنيه. شكل الدراع من الجنب حلو قوي. تمام. اتفضل يا عم. دي برضه 50؟ برضه 50. كل ده عرض ال 50. عايز اقول لكم العرض هنا كبير جدا. تمام اتفضل. بصوا في عرض كبير جدا. كل ده نزل عليه سل ل 50 جنيه. سعر موحد برضه. في حاجات اللي هي بتستخدم برضه زي حفظ ونظر وتركبوا لها عدسات. كل ده برضه هيبقى معاكم سعره 50 جنيه. تمام كده؟ وبرضه الجرابات بتاع النظارات موجوده هنا. جرابات من اول 10 لحد 50. من اول 10 جنيه؟ اه لحد 50. طب ممكن تورينا ب 10 وب 50 معلش؟ بصوا هوريكم الجرابات كمان. العادي ده بكام؟ ده ب 10 جنيه. ده ب 10 جنيه تمام. بالوانه برضو ده بالوان تمام. في جراب تاني انا شايفاه.
ده شكله غريب شويه. ده عامل كام ده؟ ده عامل 15. ده عامل 15 جنيه الجراب ده. ده لازم بالوانه برده في السوست. ده دست على بعض. طب والبلاستيك ده؟ البلاستيك ده لو كام ده؟ 5 جنيه. ده ب 5 جنيه؟ ده ب 5 جنيه. 5 جنيه. يعني اسعار الحاجات عندكم بدأ من 5 جنيه. تمام. هنا جمله بصوا اشكال منه كتير. عدتك معايا يا عبد وميرسي على الفيديو ده. احنا النهارده كنا في محل التوحيد. العنوان بالتفصيل ايه يا عبد؟ 19 ممر الساعات ميدان العتبه. 19 ممر الساعات ميدان العتبه. وهسيب لكم كمان خلف بريموس على طول. وهسيب لكم كمان العنوان دلوقتي في اول تعليق مثبت. وهسيب لكم كمان رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.